لك 100 120 فوق، حاول السبيل جيبو 10000 ريال، بيعوا لي 60000 ريال، شكون هو فخمك الله؟ كاين اللي ما عندوش مسكين الغالب الله وحسن، كاين اللي ما عندوش كلمه في فراس مالو 1000 درهم ما غيعيش. هذا عندها خمسة الوليدات قالت لي انا مزوقه فيك 4000 ريال جيب لي بيبي. انا شريت حوليه، شريت حوليه ب 46000 ريال، عبرت لقيت فيها 18 كيلو. اوا شحال من واحد انا حدايا ما معيتش، انا منهم الا ما لقيتش الثمن المناسب باش غنشري من فوق ما نشريش. خويا الشي المغرب لا كان فات تواخر كلاه الدود، علاش الغلا قصحونا قصحونا في معيشتنا قصحونا في حياتنا، والحولي كنشريو ب 25 ولا ب 60 70 او الحولي ب 25 شريتو العام اللي فات، دابا ولا كيقول لك 60 70 مالنا فين عايشين؟ الخضره طلعوا علينا كلشي طلعوا علينا، وحاجه وحده اخرى ملي كيقول لك كنقول لك شريت العز، وشحال شريتي العز؟ وشحال؟ شحال شتا ريال؟ شحال شريتي العز؟ شتا ريال كتقصح في الدرويش؟ اوا شحال من واحد انا حدايا ما معيتش، انا منهم الا ما لقيتش الثمن المناسب باش غنشري من فوق ما نشريش. علاش علاش ما بان ليا ما نشري؟ ما تكونش شي جمعيه هبلت، ما بان ليا ما نشري، ما بان ليا ما نشري. انا كمواطن، انا كمواطنة حرة مغربية حرة، راه والو اخويا اقسم لك يمينا لا والو والو، ما لقيتش ما نعيطش. هاد اخ نوش الطبقة ديالته تسليمة منال الكريم، والو ما دار لينا والو، دار لينا غوط، راه خويا الحق ديالنا كمغربيين حرين راه ما بقاش معطي لينا كاع. واش الحاولي 30 العام اللي فات دابا ولا كيضربني ب 70، خارجه بدموعي من المارشي، علاش ما لقيتش هذاك الشيء اللي بغيت؟ بزاف بزاف بزاف، سواء في القريه او متفقين على ثمن واحد، حنا متفقين على لا اله الا الله محمد رسول الله، ومتفقين على 70 80 90. الشيء ما عندوش ما يعيطش هذا العام ولا يدير شي شويه الخير، وما يصبر بنادم ما يزربش، اصبر شي يومين الاخر و ثلاث ايام راه تقدر تكون شي حاجه ديال رخاء. هادشي اللي داير في عقلنا، اما المركب الغلا غندرمو من القضيه ديال خويا. ما كذبش عليك هاد العام هذا شويه كاين الغلا والدرويش، لا اله الا الله محمد رسول الله، بزاف راه مسؤولين، خص الناس مسؤولين، خصهم يحسوا بالدرويش، ماشي بنادم تيشري حوالي ب 80 وتيطلع السوق على عباد الله، وكاين اللي عنده شي ياخذ حوالي ب 80 الف ريال، كاين اللي ما عندوش مسكين الغالب الله وحسن، كاين اللي ما عندوش كلمه في فراس مالو 1000 درهم ما غيعيطش. ها خويا ما نقدرش نقول لك، باقي مكمل، ها انت باقي مكمل، باقي على الله مكمل، لا اله الا الله محمد رسول الله. واقيلا ندخل نتكاوي الحواله ونخرج، هادشي اللي جيبان لي اخرتها غنتكاوي الحواله ونخرج. علاش؟ حيت ما عندناش شنو غنديروا؟ نمشيو نبيعوا شي حاجه ديال هكا، ما عندنا ما نديروا. سوق اسيدي العافيه شاعله، الدرويش ما غاديش يعيط بصفه نهائيه. الحوله ديال الصبليون داير لنا 70000 ريال، هنا في السوق خروف 70000 ريال ديال الصبليون، هنا كيتباع دابا ب 70000 ريال. هزو ديروا تحطاب وكل مشي المسكين غادي يعيط، راه ما يعيطش. عندك 30% في المغرب اللي غتعيط، ما مزيانش. ب 3000 ريال بحال العبرتي تلقى ب 3000 ريال الكيلو. الطانتو تلقى ب 3000 ريال. بلا دايرين فيها شفاره كينهبوا فيها نهيب نهيب. الحولي ديال 70000 ريال صاحبي ديال الصبليون قال مسكين، انا شريت حوليه، شريت حوليه ب 46000 ريال، عبرت لقيت فيها 18 كيلو. حوليه ب 46 لقيت فيها، عبرتها حيه لقيت فيها 18 كيلو، 46000 ريال. شحال تقيهم واقفه واكله شاربه، ب 46000 ريال فيها 18 كيلو حيه. جاو عندي ثلاثه العيالات، وحده عندها خمسه الوليدات. قالت لي انا مزوقه فيك 4000 ريال جيب لي بيبي. السوق اخويا بالنسبه لي انا مش اخي، ماشي بالنسبه للدرويش اخي. اما حنا كيف ما كان راه نعيدوا اللي كتب الله هي اللي تتكون. هادشي اللي بان لي اخي. حولي هنايا. اه؟ حولي هنايا. بان لي لا حولي لا والو، بان لي مشاش اخي، اخي بان لي الكسيبه ما كاينه لا والو، بنادم ما تيشري ما والو، بحال راه ما كاين لا عيد لا والو، هادشي اللي بان لي انا. هادشي ذاك من راجع اخويا الغلاوه هادشي، الله يحسن العوال الدرويش وصافي. اما حنا راه جايبين راسنا براسنا، هادشي اللي كاين. واخويا راه بين المشاش راك عارف اللي كاين، راه انت كتشوف بعيني. المشاش وكذا وموش داير صغير وداير 60000 70000 وشنو الدرويش معيش ولا كيتخلص 60000 40000 وشنو اخويا؟ ما بقينا كنفهموا والو، حنايا عندنا والدينا وكيتسناونا ابار راك عارف اللي كاين اصاحبي.